وقانونها صدر في 59 وموثق في الجريدة الرسمية اللي على ضوءها منشورة ومعروفة لكل، يعني أي قانون ينشر بالجريدة الرسمية يعتبر رسمي. لذلك القانونيين والدستوريين اللي أخذنا إحنا رأيهم مكتوب ومسطر، وأنا وضعكم القانوني سليم، وأنا مستعد أعطيك كتيب يعطيك الرأي القانوني للغرفة بكامل أبعاده. اختير عبد الوهاب الوزان خلال فترة الغزو الصدامي على دولة الكويت لعضوية اللجنة الداخلية التي تسلمت مهام الأوضاع في الكويت المحتلة آنذاك بالتنسيق مع القيادة السياسية في الطائف. بعد التحرير بدأ الدور السياسي الجديد للوزان عندما شارك مع 89 شخصية أخرى في إصدار وثيقة رؤية مستقبلية للمطالبة بعودة الديمقراطية، كما شارك في تجمع الوفاق الوطني عام 92 والذي ركز على توحيد جهود مختلف التيارات السياسية، إضافة إلى دوره في العديد من الاجتماعات والبيانات التي كانت تصدر من مختلف القوى السياسية في فترة ما بعد التحرير. أعزائي المشاهدين، رحب فيكم بعد الفاصل. في فترة الغزو الصدامي الغاشم على الكويت عام 1990، الجميع اللي كانوا مرابطين داخل الكويت يتذكرون تماماً الدور الفاعل لمخازن ومصانع أولاد جاسم الوزان، واللي كان لضيفنا السيد عبد الوهاب الوزان الدور الأساسي في الإشراف على هذا الموضوع. أبو محمد، في أول يوم من أيام الغزو الصدام على الكويت، كان يوم الخميس، بدأت قصة مخازن أولاد جاسم الوزان بالتواصل مع الكويتيين داخل الكويت. تكلمنا عن هذه الذكريات. اليوم الأول حقيقة اليوم الخميس ما طلعت أنا من البيت. اليوم الثاني هو يوم الجمعة اللي أنا عارفه بأن أولاد أخوي، خصوصا خالد الكبير، جاي إلى المكاتبة في الشويخ. طبعاً اللي إحنا قاعدين فيها الآن. إحنا الحين نوضح للسادة المشاهدين إن إحنا حالياً في منطقة الشويخ في المكتب الرئيسي لمخازن أولاد المرحوم جاسم الوزان، وفي هالمكاتب تحديداً اللي صارت فيها الأحداث اللي راح يتكلم عنها بعد شوية ضيفنا أبو محمد سيد عبد الوهاب الوزان. ولذلك طبعا جزاه الله خير خالد عطى أوامره للمسؤولين لبعض المخازن القريبة في الشويخ أن تفتح هذه المخازن ويبدأ توزيع المواد الغذائية على المواطنين، لأن من المؤكد يعني هناك احتياجات للشعب الكويتي، وخصوصا يعني كانت فترة صيف، ولذلك
تم فتح المخازن اللي في القريبة من شو اسمه من الدوار القريب اللي يم شبرة الخضار، وبدأوا الناس يتوافدون لأخذ احتياجاتهم من المواد الغذائية. انتشر الخبر بسرعة إن مصانع مخازن الوزان بدأوا يوزعون المواد الغذائية على الناس. هذا جانب. يعني اللي حصل هناك حقيقة فوضى. الناس أصابها نوع من الربكة، عدد كبير من المواطنين صار طوابير، بدأت القوات العراقية تأخذ مواقعها في 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 مخزن اللي تم فيه التوزيع. فإحنا حقيقة خفنا من الأوضاع تتطور، فصارت اتصالات مع الجمعيات التعاونية ولبوا النداء بحيث أن أنتم تعطونهم المواد التموينية. فتحوا الجمعيات التعاونية، فتحت أبوابها وبدأوا يوزعون المواد الغذائية على الناس، أما عن طريق ما هو موجود عندهم من مادة ذاك الوقت أو عن طريق البطاقة المدنية. فأنتوا كنتوا تمدون الجمعيات التعاونية؟ ما في شك، مخازن الوزان تمد كافة الجمعيات التعاونية المتواجدة على أرض الكويت في جميع المناطق. يعني اللي حصل طبعا أن خففوا الضغط، وهم على المخازن تقريبا أربع أو خمس في المرحلة الأولى، أربع أو خمس جمعيات تعاونية اللي هي جمعية الشامية، جمعية كيفان، جمعية الدسمة، الضاحية، وكذلك القادسية، وخففوا الضغط على مخازن الوزان. ولكن في نفس الوقت بدأنا نفكر في كيفية كذلك تشغيل المصانع، يعني أن المصانع يجب أن لا تقف، خصوصا المصانع اللي تصنع المواد الغذائية. أولهم مخازن اللحوم، خزان، والمصنع الثاني هو مصنع إنتاج المعلبات الغذائية، الفول والحمص والبازيلا والأنواع الثانية. وكان هذا أول مصنع في الكويت يشتغل خلال الغزو، يتم افتتاحه قبل الغزو بثلاث شهور. قبل الغزو بثلاث شهور. ثلاث شهور. والحمد لله كانت عندنا في مخازن المصنع عدد لا بأس من المواد الأولية اللي استطعنا أن يعني نشغل المصنع فيها لما يقارب يعني الأسبوع الأخير من التحرير، يعني قبل التحرير ما يقارب تقريبا 7 أشهر تقريبا اشتغل المصنع. كان المصنع يشتغل، واللحوم كذلك وقف قبل التحرير بثلاث أيام لأن خلصت المواد الأولية. وكان يعني نوزع مباشرة على الناس وعلى الجمعيات التعاونية وعلى كافة الجهات في الدولة، إن كانوا المطافي أو المساجد أو الحسينيات أو المستشفيات، دور الرعاية. فهذا كان جزء من الوضع من تالي دخل لتنظيم هذه العملية المالية. حقيقة يعني أعطيت الأوامر للصديق العزيز الشيخ علي سالم العلي، أوامر سياسية من خارج أوامر الكويت. سياسية من الطائف، طلع من حسب معلوماتي طلع من أمريكا إلى لندن، دخل إلى الكويت، ها على ما أظن دخل إلى الكويت عن طريق العراق، الأردن، العراق، الكويت. وبدأ هذا الرجل يعني الشجاع واستلم عملية شراء، ها يعني أي تاجر كويتي عنده مخازن مواد غذائية يشترونها منه باسم الحكومة الكويتية ويوزعون المواد الغذائية على الناس. هذا المكان حقيقة المخازن وفي هذه المكاتب كل أطياف المجتمع كانت خلية نحل. خلية نحل يوميا. أنا سمعت أن كانت هناك بعض أفراد المقاومة في هالمبنى أيضا. كان أفراد المقاومة يأخذون احتياجاتهم، كان الضباط العراقيين متواجدين في هذه المكاتب. هناك عدد كبير من المكاتب، وكل مكتب فيه جماعة معينة.
علي سالم مثلا يكون اغلب الوقت في هذا المكتب او في المكتب الثاني. بالمناسبه ويوميا يكون شبه يومي علي سالم. الشيخ علي سالم كان يحمل بطاقه الوزان. هذا كان يحمل بطاقه الوزان في فتره زمنيه معينه. طوع له بطاقه مدنيه تحمل اسم علي جاسم الوزان. وكان يتنقل فيها من مكان الى مكان. هذه طبعا ساعدته كذلك بأن يتواصل ويتحرك بشكل يتحرك اكثر بطريقه انسيابيه في المجتمع الكويتي. فكانت حركه الاموال جزء منها يطلع من هالمكان وجزء يطلع منها وجزء اخر يطلع من اماكن اخرى في الـ يعني مكاتب بعض التجار الاخرين يعني. فحقيقه يعني الفكر والنظام المالي والفكر الاستراتيجي في عملية توزيع الأموال وتوزيع المواد الغذائية والنظام العنقودي اللي تم على ضوءه الحركة أعطى مردود جدا إيجابي. وصلنا إلى درجة بأن كل الشعب الكويتي والمقيمين كانوا يستفيدون من توصل لهم المواد الغذائية وتوصل لهم المساعدات المادية. طيب في هالمكان اللي احنا الحين في مخازن او في الإدارة، احنا في إدارة مخازن اولاد المرحوم جاسم الوزان. نعم. كان لك حدث بكل تأكيد لا زال حاضر في ذاكرتك، زيارة وزير التجارة العراقي الى مكاتب الى المكتب عندك هنا، وانت كنت تدير المخازن، وكان هناك تهديد لك مباشر بالإعدام إذا ما نفذت بعض مطالبهم. كلمنا عن هذا اللقاء اللي جمعك مع وزير التجارة العراقي. يعني أنا أحمد الوزان وأنا في المكتب الآخر، وقال ترى الوزير العراقي وصلتني إخبارية بأن بيقابلك. قلت خلي إحنا موجودين. وفعلا بعد يعني حوالي ساعة سكروا المنطقة المحيطة في المخازن، ووصل طبعا مع زبانيته كلهم مسلحين، ادخلوا مباشرة. اثنين طبعا من المسلحين وقفوا عند النوافذ، واثنين وقفوا عند الباب، ودخل الوزير محمد مهدي صالح وزير التجارة، وانا كنت قاعد على المكتب، استقبلته وقعد في الجانب الاخر وانا قاعد على المكتب، وبدأ الحديث في ما يتعلق بأنه اكتشف وجود مخزن باسم أولاد جاسم الوزان في منطقة الري لم يذكر في القائمة اللي قدمت لهم حسب طلبهم، لأن كان وزير التجارة يداوم وين في العراقي؟ يداوم في مجمع الوزارات في مكتب وزير التجارة الكويتي. وعلى ضوء ذلك قال والله يا عبد الوهاب احنا اكتشفنا هذا المخزن، وهذا المخزن ممسجل. يعني كل انواع المواد الغذائيه موجوده فيه، وكذلك المواد الكماليه، ومع الاسف يعني ان انتم خبيتوا هذا المخزن علينا، وتدري شنو هذا عقابه؟ قلت له شنو معالي الوزير؟ قال هذا عقابه اعدام. قلت له مع الوزير مع الربكة اللي موجودة الآن، زين منهم عطوكم على العدد هذا الكبير من المخازن 20 مصنع، فما يعني إخفاء مصنع واحد عقوبة الإعدام بالضبط.